صباح الخير. انا دابا في مالابا كما كتشوفوا، غتشوف الرمايك بحال هكا عرف راه الحدود هذه. هاد مالابا فيها رمايك بزاف اكثر من بوسيه. البارح بت في المسجد، في واحد المسجد لقيته في الطريق، ما بعيدش بزاف على هنايا شي 2 كيلومتر. وفي الصباح جيت هنا للحدود كنسول كيفاش الامور، قلب دابا كيفاش ندير التيست. انا ما عنديش الحق نديرو، كيديرو غير الشيافر ديال الكاميوات كيديرو ليهم فابور. دابا تلاقيت مع الدري ياسين مول تريكو الكحل، هاي كيصور جا عندي مسكين من شي ساعة ديال الطريق من واحد بلاصة اخرى، جا في موتور ظريف لا عمرها دار. دابا انا في الحدود ديال الاميغراسيون ديال كينيا واوغندا، ومعايا هنا الصديق ياسين جمعة، جا معايا من مالابا، مدينة مالابا. وراه كاين الطريق من هنا لمالابا كتبقى تمشى على رجليك واحد كيلومتر هكا باش كتلقى هاد البيروات وهادشي. جا معايا هو واحد السيد اللي قدم معايا الغراض، السيد مشى. وياسين جمعة صحفي في الجزيرة، والله عمرها دار عرض عليا تغديت في مالابا، وجا عندي تقريبا ساعة ديال الطريق باش جا عندي. وخديت الفيزا دابا، خديت كلشي وغادي ندخل أوغندا، وغادي نودعو الجمعة. كان علاش نبقاو ندوزو معاه وقت طول، ولكن دابا مشى خاصني ندخل، لأنه التيست اللي خديت غيوفى اليوم، يعني خاصني ندخل. السيد جابو لي زرب عليا دغيا جابو. أول الكيلومترات في أوغندا، مازال على الحدود دابا، مازال ما خرجتش من الحدود. لما كتشوفوا الرمايك بزاف هنايا كيتسناو نوبتهم، ولكن مول البيكالا ديما كيدوزو الاول. واخا الصراحة من بعد ولا السفر صعيب دابا، مع الصراحة دابا مع هاد الكوفيد ولا صعيب باش تدخل من الحدود للحدود، خاصك تيست، خاصك حتى هاد المرة فاش دخلت راه قصة. دائما القصص في الحدود قصة كيفاش دخلت، لأن التيست ما كيديروهش الفورينر، يعني البنادم اللي براني هنايا في الحدود ديال كينيا. المهم تلاقيت واحد السيد هو اللي جا عندي الصراحة، ورجع عندي من بعد. دابا كيفاش افريقيا راه دابا هذاك خينا الطبيب اللي سولته انا المره الاولى على واش كي داو ممكن ندير التيست، وقال لي لا، هو اللي صيفط لي هذاك خينا اللي قدم معايا الغرض. يعني صيفط لي واحد خينا وقال لي واش بغيتي التيست في ايه. صافي هو يقول لي صافي نص ساعة يكون عندك. صافي قلت له سير جيبو. صافي صور فوتوكوبي ديال الباسبور عطيتها ليه، نص ساعة ويجي. هو يلقى هذاك جمعة، لقاه جا عندي ديك الساعة، لقانا بجوج. جمعة جا وما فهم والو. صافي قلت لخينا، قلت ليه واش هاد التيست، قلت ليه انا ما غندخلش اليوم حتى الغدا. قلت ليه انا ما غاديش ندخل اليوم حتى الغدا، ومني كنقلب قال لي هاد التيست راه صالح 14 يوم. وهاي كيهضر، وانا مني جيت قلبت التيست لقيتو مديور نهار 13.
يعني اليوم 15 يعني داز عليه دابا اليوم 3 ايام يعني داز نهار 13 14 15 هو اليوم الاخر كاين اللي كيقبلوا على 72 ساعه يعني 72 ساعه صافي ما يبقاش مقبول داك التيست قلت لي راه التيست راه اليوم الاخر ليه صافي فكرت قلت غندخل اليوم واخا ما كنتش معول ندخل اليوم مع داك الجمعه جا عندي وقال لي غتبات هنا وهذاك الشيء صافي قلت ندير ليه خاطره هي هذيك هو قلت لي انت شنو دير معايا هذيك خينا جاب لي التيست قلت لي غتمشي معايا تندخل حتى ناخذ الفيزا ويقبلوا التيست وكل شيء عاد نخلصك بالفعل مشينا كل شيء دايز كل شيء غادي هو هذاك تاخذت الفيزا ودخلت واخا الفيزا خينا هذاك ديال اوغندا بغى يعطيني شهر انا باغي 3 شهور هو كيقول لي شهر اش باغي دير 3 شهور وهادي اشنو ياك اوغندا شحال تدوز فيها السياح ما كيدوزوش جوج سيمانه ولا 4 ايام وكيمشي انا باغي 3 شهور فهمتي صافي بقيت معاه ما بغاش وانا نقول ليه صافي ماشي مشكل في الاخر وانا نقول ليه قلت ليه كاين قالوا لي تما في الاول 3 شهور قال لي شهر ولكن في الاخر مني عرفني باغي 3 شهور وهو يرحب بيا قال لي عطاني 3 شهور كترحي انا قلت ليه بحال هكا زعما باش هو يسمع بحال هكا تا هو يعطيني 3 شهور اول قرعة الماء غنعمرو في اوغندا يوغندا اسانتي شوفوا الماء ديال اوغندا كيفاش داير الما زوين على حساب كيكون مختلف من بومبا لبومبا كتلقى الماء مختلف كل اللي كيكون عيان كل اللي كيكون مالح السانتي السانتي هذه هي اول مدينه غادي ندخل ليها في اوغندا سميتها تورورو تورورو يا سير يس احلى طحنه احلى طحنه في البيست هنايا كاينين جوج طرقان كاين هاد الطريق تدي الاوغا تدي هذيك سميتها كامبالا العاصمه وكاين هاد الطريق هادي غادي للشمال انا غنمشي مع هاد الطريق غادي للشمال صراحه ما عنديش شي بروغرام يعني ملي دخلت هنا ما كنتش معاون ندخل اليوم ما دخلتش يعني ما عنديش شي بروغرام ولكن العاصمه ما بعيداش بزاف ما تكون شي اقل من 200 انا ما عندي ما ندير في العاصمه دابا انا غادي ندخل مع هاد الطريق هادي ونمشي شويه الشمال وداكشي حتى من بعد ونرجع لكامبالا على حساب 15 يوم 20 يوم فيزا فيها 3 شهور كما كتشوفوا هي هادي طرورو في هذاك الجبل تمايا كبير ماشي شي مدينه كبيره مدينه صغيره ما عرفتش واش غنطلع مع هاد الدوره هادي ولكن واحد الطلعه واحد الدوره اخرى انتخابات الناس صوتوا سلاو ما عرفتش علاش كيهزوا هاد العروسه حكيكا حل تيران حكيكا انتخابات راه سالاو البارح سالاو التصويت وسالاو دابا كيحسبوا غدا يقولوا النتيجة هذا واحد المسجد هنايا
الاسلام كاين حتى في اوغندا، كاين بزاف يعني في المدن وهذاك الشيء، حتى في الفيلاجات. هذه مدينه يعني تورورو، يعني الاسلام داخل حتى اوغندا. كيفاش تدخل هنايا لهاد الدول يعني وسط شرق افريقيا؟ دخلوا لهم العرب، دخلوا العرب اللي كانوا كيديروا القوافل التجاريه من مومباسا وتنزانيا، يعني العمانيين وقيلات اليمنيين كانوا تديروا قوافل تجاريه، يعني كيجيو هنايا. وكاين فيهم بزاف اللي يا مان كاين فيهم بزاف اللي بقاو عاشوا هنايا، تزوجوا ولدوا، وبحال هكاك انتشر الاسلام. الساعة دابا 7، كتبان لي وقيلا واحد ستاسيون راهي فين هي الساعة الفاتة، ستاسيون هاديك كيبان لي غادي نمشي عند هادوك نسولهم واش ممكن ندير الخيمة عندهم ولا لا. كما كتشوفوا راه بدات كطيح حتى الماء. انا دابا في الطريق غادي، كاينه واحد المدينة من هنايا بشي 35 كيلومتر سميتها مبالي. مبالي بالسواحلية، يعني كلمة مبالي شنو كتعني؟ هي بعيد ولا بعيدة ولا شي حاجة. كتبان ستاسيون زوينة هادي، ما عرفتش شنو سميتها. غادي نوصل نسولهم. صباح الخير. هادي هي البلاصة اللي نعست فيها. يلا فوق دابا فهاد ستاسيون هادي كما تشوفو، راه ستاسيون وصلت ليها البارح ولقيت مولاها واحد الصومالي، واحد الدري صومالي. صافي قلت ليها خاصني شي بلاصة ندير فيها الخيمة وداكشي، نعست الصباح ويقول لي ماشي مشكل، قال لي وريني الباسبور وداكشي. صافي وريتو الباسبور، شاف الفيزا، لأن هاد المنطقة قريبة للحدود، يعني كيكون شوية بنادم كيحسابك داخل، يعني ماشي قانوني ولا شي حاجة. صافي هو يقول لي مرحبا بك، صافي أنا ندير هنايا دابا غادي نتحرك. جامبو أباري. الشمس من الجهة، هذه هي جاك فروت. شتي كي تنوض في الشجرة كتخرج من هاد البلاصة، يعني كتكون كتشوفو الفوق راه كبير، عرفتي راه طاح عليك شي وحدة. الله تا تغيب بالله، هادشي راه ثقيلة، كاينة اللي كتكون فيها 7 كيلو 10 كيلو، كتكون كبيرة و ثقيلة، هادشي راه ثقيلة انها طايح عليك من الفوق على راسك. ستارة كاينة حتى في الشجر الفوق، المذاق ديالها ماشي شي حاجة، يعني اللي شي حاجة اللي حلوة وزوينة شوية. هاي واحدة غادي نطيحها خامسة وقيلة، ماش رطبة هادي. دابا راه فيها واحد 4 كيلو ولا 3 كيلو،
تخيل الناس راه كيشوفوا فيا من الله كيقولوا تخيل شنو كيدير هذا. كاينه حتى هنا بزاف في اوغندا كنشوفها في الطريق بزاف كيبيعوها اللي كيبيع اطراف. هادي الشجر ديالها تيزرعوا البنان حتى هو بزاف اوغندا هنايا. وهذا شجر المونك. تغدى دابا لهنايا. هذا البنان ماشي البنان وانما بلونتين. هذاك البنان الاخضر بلونتين اللي كيطيبوه هذا مطيبينو يعني حاكينو مطيبينو. المذاق ديالو دقتو المذاق ديالو ماشي بحال البنان حلو بزاف يعني. عنده واحد المذاق في شكل يعني ماشي حلو. وهنا اللحم وهنا تشاباتي. تشاباتي تقريبا كدير شي درهم ونص درهم ونص. وهذا وهذا البنان وهذا اللحم كيدير 12 درهم. هذا وهذا 12 درهم وتشاباتي 30 ريال هي 13 درهم ونص. وهذا هذا الريستورون مسلمين اغلبيه. انا دابا فواحد المدينه سميتها مبالي. اغلبيه القهاوي هنا بان لي كنت مشيت لواحد الريستورون قبل وجيت عاوتاني لهذا. هذاك الاول بان لي ما عندهمش غساله ليهم الماكله. اغلبيه الصومالي هما اللي عندهم هاد القهاوي هنا. قهوه زوينه هنا. هذه مدينة مبالي. هنايا مدينة كبيرة راه شحال وانا فيها تغديت فيها وغادي نتحرك دابا. مازال طالع الشمال على الحدود ديال دابا. هذه راه الحدود ديال كينيا. هنايا كينيا ما بعيداش. هذاك الجبل جا على الحدود ديال كينيا. هذاك الجبل سميتو ايغون. ايغون العلو ديالو تقريبا 4300 متر كبر من طبقال. ولكن كيطلعوا لي ولكن بغيت تطلع ليه كتخلص كتخلصوا كيفرضوا عليك الكيد. خاصك الكيد ضروري واقعنا بحال كينيا اي جبل خاصك تخلص قليل لا لقيتي شي جبل يعني فشي بلاصه. اما هنا هذا خاصك تخلص باش تطلع ليه. راه جبل كبير هذا راه غادي من الجهه غادي تلاها. دابا غادي نخرج من هاد مبالي. ملي كنت مريح تنتغدى كانوا هادوك محطمين التلفازة وقالوا النتيجة ربح هذاك موسوفيني. راه هو فين هو ولي داير ولي داير هذيك اللعيبة في راسو. هذا اشهار ديال انرجي درينك. كيشربوا انرجي درينك بزاف هنايا. اوغندا رواندا اوغندا كينيا تنزانيا بزاف. كتباع بجوج دراهم لا تباع بربعة دراهم. هكا كينيا في تنزانيا رخيصة كتباع 3 دراهم 2 دراهم.
طريق عامرة هنايا، الدنيا راه عامرة، عسكر وبوليس خايفين الله ينوض الصداع. هاد المبالي عامرة فيما كتدور كتلقى البوليس دايزين الطوموبيل، ولا كتلقاهم مجموعين في شيرون بوان واقفين بزاف. كاينين البوليس اللي هازين السلاح، وكاينين اللي هازين الزراوط. تمبو اباري الساعة دابا 7 قال تولوت، وصلت لواحد الفيلاج هنايا كميوات ديال ملفوف. كيبان لي هاد المنطقة فيها الزراعة بزاف، البنان، معرفت سميت هاد الفيلاج. وناخد شي لعيبة باش ناكل اليوم. ناخذ واحد بوينينات بعدا. موزونغو تا هنا، موزونغو كعيطو موزونغو. جامبو اباري رفيقي، سينغابي نديزي. جامبو نديزي سينغابي. 100 ايش؟ موزو ها؟ اسمي موزونغو الله يهديك. أقول موزونغو ميمي من أفريكا. أفريكا أفريكا ميمي من أفريكا رفيقي. باش هو مش عايز ماتانو مانجي شنقاب ماتانو مانجي انستانو انستانو أنا شحال هذيك؟ درهم 24 ريال، 5 البنانات ب 24 ريال. رخيص هنا في أوغندا الصراحة. كينيا درهم الوحدة تقريبا، يعني 5 ب 24 ريال فابور. $5,000 صديقنا قال لك 5000، 5000 هي 12 درهم. اوكي اجينا هنايا.